الحمد لله اللي اتقال من 4 سنين، وهدفنا اللي كان واضح جدا ازاي البطولات الرسميه بالنسبه للنادي الاهلي تكون فيها زياده لدولاب بطولات النادي الاهلي. واعتقد كان من اهمها البطوله الافريقيه اللي ربنا كرمنا الحمد لله ببطولتين ورا بعض، وفي حتى وصلنا كمان نهائي ما وفقناش فيه في ال4 سنين، يعني وصلت نهائي 3 مرات، خسرت بطوله وخدت بطولتين، وده وارد في كره القدم. لكن من اللي احنا شفناه ده برضو لازم ان احنا يبقى فيه شكر واجب، شكر واجب للناس اللي ساهمت. النهارده في لجنه التخطيط، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، وامير توفيق مدير التعاقدات، بشكرهم. قبلهم كان الكابتن طه اسماعيل انه كان موجود معانا برضو في خلال السنتين اللي فاتوا دول. حاجة تانية برضو شكر واجب الحقيقة للجيل ده، الجيل ده من اللعيبة، الجيل ده حقق حاجات كتير جدا في ظروف صعبة جدا، وفي ظروف في ناس كتير بتحاول تحارب النادي الأهلي وبتحاول توقف اللعيبة دي. والجيل ده من اللعيبة اللي أنا بشكرهم جدا جدا، إن كان في صعوبات بتمر بيهم، الولاد دولت محدش نطق، كلهم تلموا على يعني على بعض بحب وبقلب وبروح الفانيلا الحمراء، حققوا انجازات لو راجعناها هنشوف ان ده حققوا حاجات. اعتقد من الاجيال العظيمه اللي دخلت او يعني اللي في فتره النادي الاهلي. بالنسبه لي انا بشكر كل اللعيبه وكل واحد فيهم، لان كل واحد فيهم الحقيقه عمل يعني اقصى ما يمكن علشان يساهم في رفع اسم وتاريخ النادي الاهلي واضافه تاريخ للنادي الاهلي. فاللعيبه دي تاني بشكرهم جدا جدا واحد واحد عن السنتين اللي فاتوا، اللي كل الاولاد بجهازهم الاداري والطبي والعاملين وكل الناس.